كابتن ابراهيم تكريم لك في قناه الاهلي يا جماعه ما ينفعش كده يعني. طبعا كابتن اسلام الشاطر. كابتن اسلام، كابتن اسلام بصراحه شديد يعني، يقول لي اخباركم ايه، وحشتوا جدا وبجد والله، بكلمه الساعه 4 الفجر ويتصل بيا يقول لي الاخبار ايه، وكل ماتش ضغط عصبي واخباركم ايه. لا خالد هنعمل ايه؟ لا الحمد لله بجد يعني مبسوط ان هو يكون معايا، واسلام شاطر حد يعني بجد، حد بجد يعني عايز اقول لك حاجه، بيتابع سنه سنه معانا لحظه بلحظه، وما شاء الله علينا دايما بيسيطنا يعني. انا عايز نجم النجوم. انا عايز اخد الكابتن خالد والكابتن اسلام. الكابتن خطيب، كابتن ابراهيم معانا طبعا. الكابتن الخطيب كل يعني مفيش مناسبه مفيش مناسبه بيعديها الا تكريم فريق كره السله، تكريم فريق كره الطايره، تكريم فريق كره اليد. كابتن الخطيب ما بيستناش على الانجاز، دايما في وقت الانجاز بيدي كل فريق حقه. وقت الانكسار قال لك خليك متماسك، ووقت الانتصار خليك يعني متواضع. اعتقد مقوله بنشوفها على ارض الواقع. نادي الاهلي لو خسر بطوله لازم نرفع راسنا لفوق، احنا اولاد النادي الاهلي، مفيش، ما بنخسرش، احنا بنخسر بطوله فعلا لكن بنرفع راسنا لفوق، لان احنا التاريخ عندنا يسمح لنا بده. بقول لعيبتي دايما في الماتش الخساره ارفع راسك لفوق، انت ابن نادي الاهلي، نادي الاهلي دايما راسنا مرفوعه لفوق، ودايما لحظات انتصارنا هي لحظات مكاسبنا وتاريخنا بيتكتب، ولحظات الخساره لازم نفكر فيها عشان نقوم بسرعه جدا للحظات الانتصار. الحمد لله يا رب. كابتن اسلام، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي شاهد على عصر تاريخي وذهبي للنادي الاهلي، اكيد النهارده كواحد من ابناء النادي الاهلي موجود النهارده سعيد بالحلم اللي حلم بيه كل من ينتمي للنادي الاهلي. سعداء جدا. الاول برحب بنجم مصر ونجم العالم العربي كله. النهارده انا المذيع بقى. كابتن خالد العوض يا اخويا وحبيبي، ويعني كنت بشجعه يعني وهو بيلعب، طبعا عامل شغل رائع في كل العاب الصالات. هنجيبه حلقه طبعا. طبعا كابتن اسلام اساسي طبعا. نجم كابتن خالد نجم. سعيد جدا باللي بيحصل، مبسوط الحقيقه، حاجه جميله جدا. الف الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. كابتن ابراهيم، كواحد من الابناء للنادي الاهلي، لحظه من اللحظات التاريخيه اللي ما فيش فرد او يعني جيل من اجيال النادي الاهلي الا وحلم بهذه اللحظه. طبعا حلم كبير طبعا بيعيشه كل اهلاوي، بدايه من الجمهور ومجلس الاداره واحنا كلعيبه. فعلا احنا اي لعيب بيبقى يتمنى ان فريق الكوره بتاعه يبقى عنده استاد، ف يعني حلم اتاخر، بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يعمل حاجه تفرح الجماهير ان شاء الله. شكرا يا استاذ كابتن ابراهيم، ونتمنى طبعا المزيد من الانجازات. والكابتن خطيب زي ما قال لكم مستنيين منكم موسم بينتهي، لكن مستنيين كتير البطولات الموسم اللي جاي ان شاء الله. ربنا يكرم الموسم الجاي باذن الله. شكرا خالد، انا بشكرك، لكن المسؤوليه لسه كتير جوه النادي الاهلي. احلم، ادعي لي يا فاروق، ادعي لي، انت عارف المسؤوليه شكلها ازاي. بقول لجمهور النادي ما تقلقش، احنا عندنا رجاله وعندنا اجهزه محترمه جدا، ما قلقش عارفين الهاندبول، وان شاء الله اللي جاي احسن لكل فرق النادي. شكرا جدا يا فاروق. شكرا، ميرسي. استاذ ابراهيم، اعتقد المشهد اللي احنا عشناه او شفناه او اللحظه اللي احنا عشناها ان ده اللي بتدل يعني ايه النادي الاهلي، كل افراد المنظومه في النادي الاهلي، او هي دي مقوله عائله النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز استاذ ابراهيم المنيسي.